كل حاجه النهارده في دمياط تلج زي ما احنا شايفين كده من سوق السمك. كل حاجه النهارده تلج، اجواء ممطره بمدينه دمياط زي ما احنا شايفين. اغلب السوق علقوا الشماسي وعلقوا الاقمشه علشان الامطار. النهارده عزوف المواطنين عن النزول للشوارع، ده باين جدا، ده باين جدا اهوت. مفيش محلات الاسماك، الاسماك زي ما هو، مما ادى لانخفاض اسعار الاسماك النهارده. حتى ري، حتى ري كمان بصين لنا فيها، حتى ري. اخبار السوق ايه النهارده؟ والله يا اخبار السوق، المطر مقصر الدنيا، مفيش حد ماشي. المطر مقصر على السوق ومفيش حد ماشي، والله مفيش حركه خالص النهارده. اسعار النهارده طبعا نزلت بقى من امبارح بسبب قله الحركه، مفيش حد ماشي فبنتهاود. يعني ده مثلا حاجه زي كده، صنف زي ده، صور هنا كده، صور هنا كده، صور هنا كده، ده كان ب 30 جنيه بتتباع ب 30، النهارده ب 25 عشان ربنا يسهل علينا. مفيش حد ماشي، مفيش حركه، حركه معدومه. انت تصور السوق حواليك حتى كده مفيش. طبعا مفيش حد نازل، مفيش حركه خالص زي ما انت شايف كده. انت امبارح ما كنتش تعرف تمشي هنا، النار كانت زحمه موت. الناس كلها لا بتشتري، النهارده مفيش حركه. كويس ليكوا انتوا مش لينا احنا. ما طبعا قله الحركه لازم تاثر على الاسعار. اي سمك مثلا زي ده ب 40 جنيه بيتباع ب 35 جنيه النهارده، ده ب 30 بيتباع ب 25 النهارده. لازم نتهاون. هو الغلبان فين اصلا؟ انا مش لاقيين لا غلبان ولا لاقيين حد، مفيش حد ماشي خالص. ماشي يا باشا، خد راسك. ايوه حاج، الكابتن جالك اهو يا حاج. قول على عيونك. والله ما بقاش ب 14 وب 12، بس الجو نايم خالص وببلاش، وبقول لك ب 25 وب 20 والبوري مفضخ ب 40. نعم يا كابتن. ب 12 جنيه؟ اي والله ببلاش. الزباين ما فيش زباين، فرج على الله. طبعا ما فرقش من عنده رزق، بس جو نايم تعبان. الحالة وافي علي اللي سنبه. زي ما تابعنا متابعينا الاعزاء شايفين سوق السمك، لما بنطلع اي لايف هنا بيكون ما شاء الله الزباين كتير، او كل المحلات، كل المحلات زي ما احنا شايفين المطر مأثر عليها. وبالرغم من ارتفاع بالرغم من قلنا كده الاسعار قلت النهارده، كده الاسعار النهارده الشتاء مخلي الناس كلها قاعده في البيت. والله بص اللي بيقول لنا سلام عليكم بنوزن له. والله والحمد لله يعني على كل حاجه. السلام عليكم. زي ما احنا شايفين يا جماعه سوق السمك في دمياط النهارده خالي من المواطنين، مما اثر على انخفاض الاسعار. كلمنا ايه الجو النهارده؟ الجو وحش ومحدش بيبيع حاجه خالص. الصناعيه اصلا كلهم قاعدين، محدش بيشتغل. احنا بنشتغل على الموظف بس. الموظف النهارده في اجازه، السمك كله مردخ اهو، ما فيش والله لا شغل ولا مشغله. الاسعار النهارده ب 30 وب 20 وجميل اسعار اهو، بس ما لحد يشتري. يعني الجو البرد اثر على لا مش البرد، العالم قاعده، العالم قاعده ما بتشتغلش. ايه الدنيا النهارده؟ الدنيا النهارده والله الحمد لله، يعني الجو النهارده منه في شتاء وكده زمان ما نزلتش، فمفيش حد يبيع حاجه النهارده. فانا كل ما تروح الواحد النهارده هيبقى مزاجه وحش، مفيش حد يبيع حاجه. طبعا، امال ايه. العدس اهم حاجه دلوقتي في الشتاء، ده هو اللي بيدفع. زي ما احنا متابعين الاعزاء سوق السمك في دمياط، اخبار السوق النهارده؟ اخبار كويسه والسوق تمام والسوق حلو خالص. ايه الاسعار النهارده؟
اسعار هنا اللهم صل على النبي وبارك لنا فيها، عندك الوسطانيه ب 40 والكبيره ب 50. لا السوق حلو تمام والسمك طازه والناس بتيجي تاخد من هنا على طول، يعني كل يوم ياخدوا السمك طازه من هنا عندي، كل يوم هنا شغال طازه بطازه. لا السوق جميل والجو ما يأثرش مع حد. الجو ما يأثرش مع حد، السوق شغال. اللي ما ياكلش فوارغ من عند اسلام ما ياكلش، فوارغ طازه. زي ما تابعنا متابعينا الاعزاء، الناس النهارده او السوق زي ما احنا شايفين اجواء البروده والشتاء مأثره على حركه البيع والشراء. سوق السمك زي ما احنا شايفين متابعينا الاعزاء البروده الشديده وامطار الخير النهارده اثرت على المواطنين وعلى الزباين. اغلب الناس النهارده علشان تم تعطيل الدراسه ليوم الاثنين، اغلب الناس ما نزلتش حتى الشارع بسبب الامطار. زي ما احنا شايفين اثار الامطار ما زالت في الشارع. النهارده متابعينا الاعزاء مدينه دمياط تطلع امطار غزيره، بدات الشمس تطلع يا دوب من 5 دقائق زي ما عملنا في وقت سابق، وشاهدنا تساقط الامطار على مدينه دمياط. النهارده ميناء دمياط اعلن توقف حركه الملاحه بالميناء لمده ساعتين من الساعه 10 صباحا الى الساعه 12 ظهرا، وتم استئناف حركه الملاحه. برضو كمان بوغاز عزبه البرج اللي هو ميناء الصيد الوحيد في ميناء في مدينه عزبه البرج بدمياط توقفت اغلب المراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعه الرياح اللي بلغت 38 عقده وارتفاع الموج لاربع امتار. بالامس محافظ دمياط قررت تعطيل الدراسه بسبب تحذيرات هيئه الارصاد بوجود امطار غزيره.